today's programming on Bible Voice Middle East. You're listening to Bible Voice Broadcasting. Please stay tuned for contact information at the end of our broadcast. This is Bible Voice Broadcasting. الله المسموعة نحن نرحب بكم في كلمة الله المسموعة ونحن مستمرون في قراءتنا للكتاب المقدس ونحن الآن في العهد القديم الجزء الأكبر في الكتاب المقدس يوم بناء حيطانك وذلك اليوم يبعد الميعاد ويوم يأتون إليك من أشور ومدن مصر ومن مصر إلى النهر ومن البحر إلى البحر ومن الجبل إلى الجبل ولكن تصير الأرض خربة بسبب سكانها من أجل ثمر أسعادهم فلا بعثاك شعب غنم ميراثك ساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمل لترع في بشان وجلعاد في أيام القدم في أيام خروجك من أرض مصر أوريه عجائب ينظر الأمم ويخجلون من كل بطشهم يسمعون يديهم على أفواههم وتصم أذانهم يلحصون اضطرابك الحية كدواحة الأرض يخرجون بالرعبة من حصونهم يأتون بالرعب إلى رب إلهنا ويخافون منك من هو إله مثل ويطرد اسمه وصافح عن الذنب لبقية ميراثه فيحفظ إلى الأبد غضبه إنه يصر بالرأفة يعود يرحمنا يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم التي لآبائنا منذ أيام القدم رأيت السيد قائما على الم...